مش كل حاجة تستاهل المعافرة، أهم حاجة سلامك النفسي. شاهدة أبكت الكل بعد ما راحت في غمضة عين ودعت كل محبيها. حادث أليم كان سبب في نهاية رحلة ملاك الرحمة. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة شهد، الكل عيط بسببها. وقع حزينة حصلت في الساعات اللي فاتت بعد رحيل الطالبة شهد شعلان في حادث أليم. أنهى رحلتها في الحياة المحطة الأخيرة ليها بعد ما كانت النسمة اللي في حياة صحبتها وقش بشوش وضحكة تدخل القلب، طموح ملوش حدود وإرادة الكل كان بيحسدها عليها. رحيل شهد كان مفاجئ للكل، خصوصا إن قبلها بساعات كانت لسه نشرة صورة ليها على حسابها وكتبت عليها ملاك الرحمة، وهي فعلا كانت ملاك الرحمة. شهد كمان قبل الرحيل بساعات كان ليها منشور مثير على حسابها كأنها رسالة الوداع لصحابها اللي اتشحت صفحتهم بسواد حزنا على فقيدة الشباب. وقالت شهد في منشورها: مش كل حاجة تستاهل المعافرة، انت مش مضطر تصلح كل حاجة غلط حواليك ولا تثبت وجهة نظرك لكل الناس. سلامك النفسي اهم بكتير من انك تطلع صح في الاخر، فاختار الحاجات اللي تستاهل انك تحارب علشانها، علشان ما تلاقيش نفسك ضيعت سنين من عمرك واستنزفت طاقتك في اللاشيء وانت بتحارب في معارك مش بتاعتك. شهد بحسب اصحابها كانت ملاك في كل تصرفاتها، الكل كان بيحلف بادبها وسلوكها واخلاقها، ملهاش في اي مشاكل ودايما بتكون مع الكل في اي حاجه او مناسبه، دايما تلاقيها في ظهر الكل، كانت طموحه لابعد حد، كان نفسها تكون في اعلى المناصب ودايما بتحضر ورش وتدريب وبتشارك صحبتها بكل حاجة بتعملها. شهد كمان كتبت على حسابها منشور من شهر رمضان وقالت فيه: أظن كتير مننا السنة دي احتفل بالكريسماس ورأس السنة والفالنتاين وكل حاجة فيها احتفال، احتفلوا بينوا فرحتكم، ما بنجيش بقى على شهر رمضان المبارك ونقول أصل مش حاسس بروح رمضان، أصل رمضان روحه بهتة، أصل روح رمضان ناقصة، أصل هفرح ازاي. سيبكم من الكلام اللي من النوع ده، مش حاسين برمضان وعظموا شعائر الله فافرحوا برمضان، انزل وصلي التراويح في الجامع وادعي باللي نفسك فيه. أصحاب شهد نعوها بكلمات مؤثرة وقالوا في منشوراتهم على منصات التواصل: ربنا يرحمك يا شهد، كنت ونعم الأخت والصحبة، عمري ما احتجت حاجة غير ولقيتك جنبي، كنت من خيرة الناس، الدنيا من بعدك وحشة، مش مصدقة انك روحتي ومش هشوفك تاني، مش هتكلم معاكي بالساعات، رحت من غير وداع كمان يا شهد، طب كنت استنى وداعك، مش عارفة ازاي عايش من غيرك، لكن ما تعزيش على اللي خلقك، انت اكيد في مكان احسن من هنا، ربنا يرحمك يا شهد واللقاء قريب بإذن الله. كمان أسرة الشهد في حالة صدمة كبيرة، ما حدش مصدق رحلها، راحت ضحكة البيت واللي كانت بتهون على الكل، عايشين في توهان وكابوس، ما حدش قادر يصدق انها راحت وصورتها ما بتفرقش أسرتها وروحها عايشة معاهم. رحم الله فقيدة الشباب الشهد وألهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.